لما بدور زوجة حازم نجل أيمن زيدان في أقوى رد على منتقدي شكلها في حفل زفافها، يا ريت ما ننزع الفرحة. خرجت الممثلة السورية لما بدور عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها على الفنان حازم زيدان نجل الفنان السوري القدير أيمن زيدان. وفي التفاصيل، كشفت في حديث لفوشيا عن سبب اختيارها لون الشعر الأشقر والأمور التي تبدلت في حياتها بعد الزواج. وعن انتقاد توقيت الزفاف في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب العربي، اعتبرت لما أن حفلات الزفاف مناسبة خاصة ولا يتم تأجيلها إلا إذا كان الحدث الجلل داخل الإطار العائلي، منوهة إلى أن حجوزات حفل الزفاف وموعده يتم تحديدها قبل الحفل بفترة طويلة، وعقبت: الظروف متوترة منذ وقت طويل وليست وليدة اللحظة، يؤسفنا ما يمر به الوطن العربي. وضع الوطن العربي كله مكركب، وإنما هذا الوضع طويل، يعني هذا صار له عمر، ما هو وليد هدول اليوم. وحثت لما زوجة حازم زيدان المنتقدين على البحث عن الأمور التي تسعدهم، وأن يتوقفوا عن بث الطاقة السلبية والتأثير في سعادة الآخرين، وقالت: يا ريت ما ننزع فرحة الغير. وفي سياق آخر، كشفت لما أنها تتابع حالياً تصوير دورها في مسلسل، وهو كان سبب ظهورها بلون الشعر الأشقر في العرس الذي علق عليه بعض المتابعين، وأوضحت أن هذا اللون هو للشخصية التي تجسدها في العمل. وايد كانت عارفة أنه الأمير رح يجي والأمير إجا بالوقت المناسب. وقالت لما خلال حديثها لفوشيا: لم أستطع الاستغناء عنه بعد دخولي في كواليس تصوير العمل قبل موعد حفل الزفاف، إضافة إلى أنني أحببت اللون. وأضافت: أحرص دوما على تغيير لون شعري لأنني لا أحبذ الظهور بلون الشعر نفسه في الشخصيات التي أجسدها. وفي سؤال لها عن الأمور التي تبدلت في حياتها بعد الزواج، قالت لما بدور: حياتنا لم تختلف، اضطررت مع حازم إلى أخذ إجازة والتوقف مدة 5 أيام عن تصوير مشاهدنا في مسلسل ليالي روكسي، ولكن حاليا أنا أشعر برغبة في الانتهاء من التصوير للعودة إلى المنزل، خاصة أن هناك أمورا جميلة يمكننا القيام بها في حياتنا. ما في شيء الواحد ما بيعرف بالغيب، بس كان هذا القرار من اللحظة الأولى. وفي الختام، شكرت الممثلة السورية لما بدور الأشخاص الذين قدموا لها التهنئة بعد زواجها من حازم زيدان، ووجهت رسالة إلى المدافعين عنها بوجه الانتقادات التي تعرضت لها، وقالت: شكراً ويا رب الفرح والمحبة يعم قلوب الجميع.